بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا المقطع سوف نتعلم، يعني أو سوف أقدم لكم مجموعة تحتوي على 10 من أفضل برامج التصميم، كلها برامج مجانية إن شاء الله. هنا مثلا نبدأ هذا البرنامج المسمى بجيمب، هذا يعني شبيه برنامج الفوتوشوب، إلا أن الجميل فيه أنه بطبيعة الحال مجاني كما سبق للذكر، ثم إنه صغير الحجم، يعني عكس برنامج الفوتوشوب تماما من هذه الناحية. هنا يعني الضغط على فايل ثم أوبن، يعني وتختار مكان الصورة ثم تقوم برفعها كما فعلت أنا هنا مع هذه الصورة. هنا أقوم بالتعديل عليها. يعني الجميل في هذه البرامج أن منها يعني من يختص في التعديل على الصور والخلفيات كما يحدث مع هذا البرنامج الآن جيم، منها أيضا من يقوم أو يعطينا خيار يعني إنشاء لوجو، إما يعني إنشاء بنفسنا يعني شعار قناتك على اليوتيوب أو موقعك أو حتى شعار الشركة التي تمثلها، يعطيك يعني خيار صنعه بنفسك، أو حتى منها يعني بعض البرامج التي تعطيك قوالب جاهزة، ما عليك إلا إضافة تعديلات بسيطة، سنرى إن شاء الله ذلك. ومنها أيضا يعني بعض البرامج التي تمكنك من تصميم موقع إلكتروني كامل ومتكامل، يعني وأخص بالذكر هنا برنامج الكومبوزر، سوف نرى إن شاء الله فيما يلي. إذا كما تلاحظون هنا نستعمل برنامج الجيمب 2 كما أشرت سابقا، يعني إجراء بعض التعديلات. هنا أقوم بزوم، يعني إذا أردت اختيار مكان محدد لإجراء بعض التعديلات عليه، مثلا مسحه أو تغيير اللون أو إضافة يعني حتى صورة كاملة. أنا للإشارة هنا لن أركز على شرح هذه البرامج، يعني الأساس هنا أن أقدمها وأعطي فكرة عن العمل الذي يمكنها أن تقوم به، أما شرحها إن شاء الله فيأتي في حلقات قادمة. هذا برنامج كما يظهر من اسمه دو لوجو كرياتور، يعني هو برنامج خاص بتصميم الشعارات أو للوجو. هنا نختار مثلا هذا اللوجو، يعني كما لاحظتم يعني يعطيك مجموعة خيارك في اختيار بينها، نختار هذا الشعار مثلا، نقوم بإجراء بعض التعديلات عليه. هنا يعطيك مجموعة من الخيارات، ولكن يعني خيارات محدودة، يعني عددها محدود، ما يكفي لصنع عدة لوجوات يمكنك الاحتفاظ بها. هو الآن فتح كما تلاحظون. إذا نأتي إلى هنا تكست في الأعلى، نضغط عليها لنغير النص، نضغط على حرف إي أو أ بالفرنسية، نقوم بإزالته ونكتب مثلا الحرف الذي نريد، أو مثلا اسم قناة، أو يعني الرمز الذي يشير إلى القناة، أو مثلا كتبت أنا H هنا، سوف تظهر الآن بدلا يعني كما تلاحظون. بعد اختيار يعني النص تضغط على Use the Text. هنا عندنا فورما يعني Color Shadow في القائمة، هنا يمكنك التغيير، لاحظ التغييرات التي تطرأ، يعني هذه هنا يمكنك تغيير الحجم من هذه يعني الفورما، تغيير الحجم وتموضع يعني اللوجو، يعني برنامج جد سهل. هنا كالر يعني تغير اللون بطبيعة الحال، ثم يعني نختار مثلا اللون الأسود، ثم تضغط دان في كل عملية، اضغط دان بعد الانتهاء من تعديل دان. هنا يعني بعد كالر هناك شادو، وهنا عندنا ايميج، يعني تختار مجموعة من اللوجوات. هذا البرنامج إن شاء الله سأتطرق إليه بالشرح يعني عما قريب، يعني في الغالب الحلقة التي تلي هذه التي نحن بصددها الآن. ثم الذي يلي هو هذا البرنامج المسمى بإنكسكيب، إذا نقوم بفتحه. هذا برنامج شبيه تماما بالأدوبي إليستريتور، يعني يمكنك من نقل ملفات إليه وتعديلها دون أن تفقد يعني جودتها، كما يمكنك أيضا من إنشاء ملفاتك الخاصة، مثلا نختار هنا دائرة، مثلا إذا يعني لو كنت تريد صناعة لوجو أو شيء من هذا القبيل. هنا تأتي إلى الأسفل يعني لإحداث التغييرات، كل هذه الأيقونات التي تظهر، الخمس أيقونات في الأعلى، كل أيقونة يعني مختصة بجزء معين من المشروع، مثلا من الدائرة، كل أيقونة في تلك الخمس مربعات التي تظهر في الأعلى مختصة بجزء معين من الدائرة. إذا الآن لن أتطرق إلى هذا، فقط أعطيكم فكرة عن يعني نوع البرنامج، سأتطرق إليه إن شاء الله، أو سأتطرق إلى معظم هذه البرامج حوالي يعني
إن أسعفني الوقت إن شاء الله سأتطرق إليها كاملا، إن لم أفعل فعلى الأقل سأتطرق إلى 7 من هذه البرامج، أشرحها إن شاء الله شرحا بسيطا وميسرا للجميع. أعتذر. إذن يعني كما تلاحظون هنا عندنا القائمة الجانبية، يمكنك أن تقوم يعني لو أردت تصميم خلفية أو شيء من هذا القبيل، مجموعة من الأشياء يعني أو الأشكال التي يمكنك اختيارها والقيام بتعديلها. ثم عندنا هذا البرنامج أيضا View، نقوم باختياره ثم نذهب مثلا إلى فايل هنا، نضغط هنا على هذا الخيار. هذا البرنامج يمكنك أيضا من التعديل على الصور، إذا نضغط عليه كما تلاحظون يعطيك يعني مكان الملف الذي تريد تحميله ثم التعديل عليه، فقط ترفعه وتختار الملف، اسم الملف، ثم هنا الصيغ يمكنك تحوله إلى PDF، يعني مجموعة صيغ كما تلاحظون، ستلاحظ قائمة بمجموعة من الصيغ هنا. هنا النيم كالعادة يعني هذا التسمية، هنا ستارت باتش. إذا الذي يليه بسرعة هو برنامج سكيت شوب 8. هذا البرنامج يعني جد رائع بالنسبة لمصممي اللعب، يعني يكون مفيد جدا بالنسبة لهؤلاء، يعني يمكنك حتى تصميم لعبة كاملة من خلال هذا البرنامج، يعني كما تلاحظون يشتغل بالأبعاد 3 أو ثلاثي الأبعاد، تقنية 3D، يعني هنا يعني يمكنك صنع يعني برنامج أو مشروع بنفسك، يعني بعد إتقانك بطبيعة الحال للبرنامج، أو يمكنك فقط استيراد أحد هذه الأشكال. مثلا أنا قمت باستيراد هذه السيارة عن طريق يعني تأتي إلى هذه الخانة التي فيها الآن، ثم الخيار الأول هنا تضغط عليه. إذا بعد الضغط عليه ننتظر أن يفتح، يتأخر قليلا بسبب برنامج التصوير أو التسجيل الذي أستعمله. إذا كما تلاحظون هنا في خانة البحث يمكنك كتابة الموضوع البحث الذي تريد، مثلا سيارات أو منازل أو حتى يعني لو أردت حيوانات أو شيء من هذا القبيل، يعني نكتب مثلا هاوس ثم نضغط. إذا بعد ذلك هنا يعطينا مجموعة من الأشكال أو للمنازل، فقط تضغط على داونلود ثم سيقول لك هل يعني أقوم بتحميله إلى النموذج أو إلى البرنامج، تضغط يس أو وي، يعني أنا بالنسبة لي عند البرنامج الفرنسية، فقط سيقوم بتحميله إلى البرنامج مباشرة. هذه هي واجهة البرنامج عندما تفتحه. المشكل في هذا البرنامج يعني أنه محدود فترة، فترة استعماله هو الآن فقط فترة يعني تجريبية. هنا عندنا برنامج بلندر، هذا قد يكون بديلا على برنامج جوجل سكتشر، نفس المسائل، يعني برنامج أيضا يمكن يعني كما تلاحظون يشتغل على ثلاثي الأبعاد، يعني قد يكون بديلا جيدا لهذا البرنامج الذي رأينا من قبل جوجل سكتشر. برنامج بلندر أيضا، هذا البرنامج يمكنك من تعديل الفيديوهات، يعني هو فيديو إديتور أو دي تاني، يعني يمكنكم التعديل على مجموعة من يعني فيه خصائص كثيرة، سأحاول إن شاء الله التطرق إليه في الشرح مع البرامج التي سوف أتطرق إليها. تلاحظون هما زوم إن زوم أوت، هنا القائمة الجانبية يعني بمجموعة أدوات التحكم أيضا في الأعلى. إذا نقوم إغلاقه هنا، التسجيل الذي يليه هو برنامج بيكسلزايزر، هذا البرنامج يعني خاص بتعديل الصور، برنامج رائع بالنسبة لتعديل الصور، سهل جدا، يعني تختار الملف ثم هنا عندنا يعني الأحجام، مجموعة من الأحجام بالنسبة المئوية أو بالأعداد. هنا أيضا يمكنك أن تقوم باختيار أنت الحجم الذي يناسبك إن لم يكن موجودا في الأحجام السابقة. هنا التعديل على الصيغ،
يعني مجموعة صيغ، تختار الصيغة التي تريد التحويل إليها ثم تضغط ستارت. هنا عندنا هذا البرنامج المسمى بالشاب كولاج، يعني كما تلاحظون أنا قمت بتحميل مجموعة من الصور إليه. هذا البرنامج يعني يمكنك من، يعني ماذا أقول، جمع مجموعة صور في صورة واحدة. كما تلاحظون هنا عندنا في التشكيل يعني إضافة مجموعة صور لخلفية واحدة وتعديل مكان كل صورة من هذه الصور. إذا سنقوم الآن إن شاء الله بفتحه لنرى، هو يشرح بمجرد ما تفتحه يشرح الطريقة التي يمكنك يعني من خلالها التحويل. كما تلاحظ هنا سيبدأ الآن بتحريك الصور، يعني يمكنك تحريك الصور كما تشاء، يعني ستختار لها الموضع المناسب الذي يناسبك حسب رؤيتك المهم. إذا البرنامج الذي يليه إن شاء الله هو البرنامج الخاص بتصميم المواقع الذي سبق لي وذكرته، يعني برنامج الكومبوزر. إذا هذا هو البرنامج. كما تلاحظون هنا عندنا لغة ال HTML، يعني هنا فتح وسم HTML وقام بإغلاقه في الأسفل. عندنا وسم الهيد، وسم الهيد عفوا، يعني في وسطه وسم التايتل، ثم عندنا البادي، وضع أيضا وسم البي ار يعني لوضع مسافة. هنا عندنا يعني صفحة الديزاين للذين لا يجيدون يعني التعامل مع لغة ال HTML، يعني يمكنك فقط كتابة أي نص هنا ويعني تصميم الموقع من خلال هذه الصفحة. يعني هنا أيضا يخبرون بأنه يشتغل على تقنية CSS أو لغة CSS، أيضا من لغات البرمجة بالإضافة إلى ال PHP C Sharp، يعني هذه البرامج يعني أو اللغات يعرفها يعني المبرمجون. هنا عندنا يعني سبلايت في الوسط كما تلاحظ، يعطيك يعني نظرة على التغييرات التي ستطرأ على الكود، يعني إذا ما قمت بتعديل الديزاين. هنا الديزاين يعني كما سبق لي يعني أشرحت، أو الكود يعني لغة ال HTML. إذا البرنامج الأخير هو برنامج البنسل، يعني هذا البرنامج أيضا يمكن استعماله في تصميم خلفيات أو لبانر، يعني يعطيك مجموعة من الأدوات التي تستعمل أيضا في البرمجة أو في البرمجة. هنا يعني هذا الهاتف أو كل هذه الأشكال يعني موجودة في القائمة الجانبية، فقط يمكن دراج أند دروب وتقوم بسحبها. كما تلاحظون هنا يعني يمكنك تعديلها، تعديل حجمها كما تشاء. هنا هذه مجموعة أشكال يمكنك استعماله بالخصوص في السيت ويب و أيضا في البانر، يعني أيضا البانر يعني سواء كان لقناة أو لموقع. هنا كما تلاحظون يعني يعطينا أنواع الخطوط، يعني من H1 يعني هو أكبر خط إلى H5 يعني أصغر خط المعروف هو H6، يعني هو توقف هنا عند H5. وهنا مجموعة من الأدوات الأخرى، هذا كل شيء. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.